شخص طلق امرأته قال لها أنت طالق اعتبارا من أول رمضان. الناس تتقرب يا رمضان والله في رمضان بالطاعات وهذا بيطلق امرأته في الأول من رمضان. قال على دخلة رمضان هديتي لك طالق طالق في أول رمضان، كذلك لا تطلق لا تطلق حتى يكون إيش يقينا. إذا لا يجري هذا الحكم لا يقع الطلاق.